يعني اكتشفته هو تحاميل علاجية حق الشبق الجنسي للشباب الجنس الثالث حتى الرابع اللي هي البويات في حالة الشبق الجنسي الرقبة الزايدة. فهذه التحاميل هي مسكنة تطفي. ها؟ مسكنة يعني؟ لا مسكنة تطفي. هو عبارة شنو عنها؟ عبارة عن الدودة شرجية. نعم. لو تغذت على أنا في يعني أنا الحين في صرح علم. نعم. يعني نعم. ولا حياة في العلم. لا لا طبعاً هذا العلم. هذا العلم. نعم. والطب النبوي وموجود في كتب. نعم. فبالنسبة للشبق الجنسي يكون اعتداء في مراحل معينة أو عدد معين. بعدها يتم الشخص سواء امرأة أو رجل يستمر بالشيء هذا لأن في دودة شرجية تتغذى على المني. سبحان الله. على الحيوانات. حيوانات المنوية. أي. عشان كذي أنا اللي سويته هي لبوس تحاميل. هذه استعملها في أيام معينة في وقت معين. هذه تطفي الرقبة هذه. تقتل الدودة اللي هي تستخدم الشيء هذا وتطفيها بالمرة. هو ما هو كل التركيبة نفس الشيء. نفس الشيء. أنا بس حاطتها عشان أنا يعني. أي. هو نفس التركيبة. نفس التركيبة. نفس الدواء نفس كل شيء. نفس الدواء نفس نفس الجرامات ونفس الشغلة. لأن هو راح يكون عنده جسدي نعطيه أول شيء صحن متوازن. على بداية العلاج صحن متوازن اللي هو يكون الأكل مر حامض ماسخ. نعم. مثلا حلو. هذا على أساس أنه أول شيء يسحب السموم من الجسم كله. فالغذاء بالنسبة للجنس الثالث من الرجال هذا طبعا لازم يأكلون أشياء تزيد الذكورة عندهم وتقوي العضلات. دكتورة كل أكل مدفون تحت الأرض هذا يعطي الرجال ثبات ويقوي عضلاتهم ويزيد الذكورة. الأكل المر يزيد الذكورة. شو الأكل المر؟ الأكل المر يزيد الذكورة. فقع ما في لا ملح ولا سكر ولا شيء.